توقع ميانمار اليوم اتفاقا مبدئيا مع بنغلاديش بشأن عودة مئات الآلاف من لاجئي روهينجا من الأقلية المسلمة الذين فروا بسبب الانتهاكات التي مورست ضدهم في ولاية راخين. ومن المقرر أن تجتمع زعيمة ميانمار مع وزير خارجية بنغلاديش اليوم قبل توقيع الاتفاق. هذا وقد صرح مسؤول في ميانمار بأنه تم وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم عودة اللاجئين بعد مباحثات جرت أمس مع مسؤولي بنغلاديش.